اهلا بحضراتكم في يوم جديد وحلقه جديده من برنامجكم حديث التعليميه. طبعا لما بنيجي نقول في اي مجال في الدنيا المفروض يكون بقدر الامكان ليك بصمه. ازاي ممكن تكون البصمه دي لو انت متميز في مجالك، لو انت بقدر كبير جدا بتثقل موهبتك او ملكاتك اللي ممكن تكون متناسبه مع هذا المجال. ويمكن النهارده هنتكلم مع حضراتكم عن حد ساب بصمه في مجاله. انتقدوا النقاد القراء كان في وقت من الاوقات معاه جدا، بدات اعماله تثري المجتمع، بدأت في انتقادات لهذه الأعمال. طبيعي جدا يحصل انتقاد، ولازم يكون الانتقاد هنا انتقاد بناء. بمعنى ممكن يكون انتقاد، ودايما لما بنقول بانتقاد بناء تحديدا لازم تقول انتقاد هيكون فعلا مفيد للمجتمع، مفيد للعامل نفسه أو للكاتب نفسه أو للروائي نفسه. لأن النهاردة البصمة اللي هتكون معانا هو الروائي إحسان عبد القدوس. هنتكلم عن كل حاجة خاصة بيه، نشأته وحياته. هنتكلم أيضا عن أهم أعماله اللي تحولت في وقت من الأوقات إلى أعمال سينمائية. هنتكلم عن جزئية مهمة جدا وهي النقد في حياة وأعمال إحسان عبد القدوس، ولكن هنشوف النقد كان بناء ولا غير بناء. اسمحوا لنا نرحب بضيفتنا النهاردة الروائية هبة بنداري مصطفى. برحب بحضرتك، منورانا ومشرفانا. أكيد طبعا وإحنا بنتكلم عن شخصية ليها تأثير على مستوى الأدب العربي وهي إحسان عبد القدوس، لازم نتكلم شوية عن نشأته وحياته وطفولته وإزاي أثرت عليه وأثرت على أعماله الكتابية والروائية. أولا أنا سعيدة جدا إن أنا موجودة معاك وبكلم عن إحسان عبد القدوس بالذات، لأن هو زي ما حضرتك تفضلت وقلت في المقدمة أنه واجه نقد شديد جدا، فأنا يعني أنا جاي هنا أدافع عنه بصراحة. إحسان عبد القدوس بداية من نشأته، هو كان يعني جده كان عالم أزهري شديد الوقار، شديد التحفظ، شديد التدين، وكان يعني كان معترض على جواز والد إحسان عبد القدوس من والدته. فوالدة إحسان عبد القدوس زي ما كلنا عارفين هي السيدة فاطمة اليوسف أو روزا اليوسف، اللي هي صاحبة برضو المجلة الشهيرة روزا اليوسف. هي كانت ممثلة مسرح، هي لبنانية الأصل، وكانت طبعا ممثلة مسرح متحررة الفكر. دايما كان في عراق ما بينها وما بين يوسف وهبي. طبعا. وكانت متحررة الفكر، وكانت صحفية مثقفة جدا، وكانت يعني بتقيم الندوات الثقافية اللي كان بيجتمع من خلالها كبار الأدباء والشعراء. طبعا والده نتيجة تربيته الشديدة التدين مع والدته اللي هي متحررة فكريا، من هنا نشأت يعني زي ما بنقول كان في نقيدين في حياة إحسان عبد القدوس. وجده يعني في وقت من الأوقات أصر على أن يتم الانفصال ما بين والده وما بين والدته، وفعلا تم الانفصال نتيجة طبعا الاختلافات اللي هي من هنا ومن هنا في التربية، والاختلافات الشخصيات اللي دي متحررة فكريا ويعني في حياتها، وده شديد التحفظ. فلما تم الانفصال أخده جده ورباه في بيته، وطبعا كان إحسان عبد القدوس شديد الاحترام والحب لجده جدا. وكان جده كانت دي تعتبر نقله بالنسبه لاحسان عبد القدوس، لان هو كان متربي في بيت الاب ممكن بالزبط. يكون متحفظ، الام زي ما حضرتك ذكرتي متحرره وليها افكارها الخاصه، ولكن انتقل الى جده بقى اللي هو الاصل. انتقل لجده، وكان هنا من هنا النقيدين ما بين قطبين، يعني حصل في نقيد تماما اللي هو لما كان بيقعد وعايش في بيت جده، طبعا التحفظ التدين الشديد، وكان جده صارم جدا وبيفرض عليهم تعليم معينه في حياتهم. كان تقريبا في سن كام سنه؟ لان تفرق جدا. فتره الطفوله، انا مش عارفه بالظبط، بس هي فتره الطفوله. فتره الطفوله بتاعته، وطبعا اخذت الفترات اللي هي المراهقه بتاعته والفترات دي يعني. وكان بينتقل برضو ان هو يقعد فتره في بيت امه، فكان التناقض ما بين بيت والده وبيت والدته ده عمل له تناقض شديد جدا في حياته، لكن هو قدر يتخطاه على لسانه. هو اللي بيقرا في سيره اللي قرا سيره احسان عبد القدوس، هو تخطى الموضوع ده فقط بالحب، حبه الشديد لجده كان بيخليه يعني يحاول ان هو يتبنى وجهة نظره ويدافع عنه في الوقت اللي هو مش موجود فيه قدام امه، وحبه الشديد لامه برضو كان بيخليه يتبنى وجهة نظرها ويفكر بعقليتها ويدافع عنها بشدة في الوقت اللي قدام جده في الوقت اللي هو مش موجود فيه. حتى هو النوع ده قال انا لو ما كنتش قدرت اتخطى التناقض ده في حياتي في الفترات المبكرة كان ده عمل له شبه دوار يعني فكري وذهني
عميق في حياته، لكن هو قدر يتخطاها زي ما قلت لحضرتك بالحب. حياته الدراسية بقى أكيد طبعا برضو ليها تأثير من جانب آخر ومن زاوية أخرى في كتاباته وفي رواياته. حياته بقى الدراسية وإزاي اتجه للكتابة الصحفية والروائية؟ شوف اقول لحضرتك، هو زي اي كاتب في بدايه يمكن الفتره اللي هي انا عاوز اقول لحضرتك الكاتب تحديدا كمان هي موهبه دائما طبعا البحث. أكيد. يعني انا مش هقول ده كاتب في يوم وليله، لا ده قراءات متعدده أكيد. وكتابات متعدده، ولحد ما بيكتشف نفسه ان هو كاتب وليه وجهه نظر وليه افكار وليه طريقه واسلوب في الكتابه. الفتره اللي هي يعني دايما الفتره اللي هي المبكره قوي من حياه الكاتب، انا اتكلم مع كاتب بالذات، الكاتب اللي هي فتره مثلا المراهقه او فتره بدايه نشاته، احنا اتكلمنا عليها في الحاجات دي اثرت فيه نفسيا، الفتره بتاعه دراسته. لكن انا عايزه اتكلم عن الابداع في حياه احسان عبد القدوس، يمكن ما بانش بقى في اللي هو اقول يعني في بداياته في دراساته، لا هو اللي اثر فعلا على الابداع في حياه احسان عبد القدوس هم ثلاث نماذج لثلاث نساء في حياته. هي النموذج الاول اللي كانت عمته، اللي هي طبعا برضو نفس القصة، كانت في بيت يعني متربية على ايد جده، اللي هو برضو التدين والصرامة الشديدة في التربية. والنموذج الثاني اللي هي فاطمة اليوسف اللي هي او روزا اليوسف اللي هي والدته، اللي هي كانت على النقيض من عمته تماما. والنموذج الثالث اللي هي زوجته السيدة لولا، زوجته كانت بالنسبة له يعني هي شط الامان، هو بينه وبين زوجته كان في قصة حب يعني لم تخبو لحظة لحد آخر دقيقة. هو كان كالزورق، يعني له شطحات الكاتب وله نزوات وله جنون، لكن هو كالزورق المربوط بشط الأمان. هي بالنسبة له السيدة لولا اللي هي زوجته كانت شط الأمان له، لكن هي كانت إيه زي يعني إبراهيم ناجي قال مثلا في بعض الأبيات في تعبير عن الحب بالذات، لم أقيدك بشيء في الهوى، أنت من حبي ومن وجدي طليق. الهوى يعني قيد وحده، رب حر وهو في قيد وثيق. فهي كانت بالنسبة له مش مقيدة بالحب ده، لكن هي سايبة له الحبل، هو يروح يشطح زي ما هو عايز، لكن في الآخر بيرجع لها. كلام اللي زعل ستات مني. لا لا دي حقيقة دي حقيقة. فكانت هي وهو نقيدين على فكرة يعني برضه. سيبه ينزل يلعب بلاي ستيشن مع أصحابه. لا لا سيبه تسيبه، لا لو كان وقتها في بلاي ستيشن هتسيبه. لا أنا بقول لحضرتك ده النموذج المعاصر بقى. لا نرجع للجزئية الخاصة بيه، امتى نقدر نقول ان احسان عبد القدوس خد الاتجاه الكتابي للصحافه والروايه؟ يعني بدات امتى؟ من سن كام سنه بدا امتى يفكر اللي هو يكون لي كتابات صحفيه، يبتدي يشغل المجال الصحفي وبالتالي طبعا الكتابات الروائيه؟ هو لا من كام من سن يعني سنه كام بالظبط انا ما اقدرش اقول لك سنه كام. انا قلت تقريبا لا يعني في العشرينات في الثلاثينات بدا لا بدا في لا هو كدا. بدا لا بدا في العشرينات وبدا يمكن قبل كده كمان الكتابات اللي هي الصحفيه، وبدا كتابات الصحفيه وبدا كتابات برضه اول روايه هو له انتاج ادبي غزير جدا، يمكن يكاد يكون الاديب اللي له الانتاج بالشكل ده، هو له 600 روايه وقصه قصيره، يعني ما فيش كاتب ولا اديب له الانتاج المهول ده بصراحه. وطبعا معظم او كتير من الروايات بتاعته والمجموعات القصصيه ترجمت لكتير من اللغات الاجنبيه، وكتير منها اتحولت لافلام سينمائيه وتحولت لمسرحيات وتحولت لمسلسلات اذاعيه ومسلسلات في التلفزيون. فهو بدا الكتابات طبعا ولو انتاج كتير، الكتابات كتب في الكتابات الاجتماعيه، كتب في الكتابات السياسيه، ولقب بكاتب الحب والحريه. طبعا الحريه والحب يعني هم ماشيين على نفس الخط، يعني ما فيش حب بدون حريه وما فيش حريه بدون حب. فهو يمكن لقب لان هو كتب يعني على اكمل وجه لما كتب في السياسه، وكتب على اكمل وجه لما كتب في الحب، وكتب على اكمل وجه لما كتب في الحريه. اكيد مسيرته الصحفيه يعني ليها برضو باع كبير جدا وليها تاثير كبير جدا على كتابات الرؤيه. نطلع لفاصل قصير ونرجع نواصل مع حضراتكم. اهلا بحضراتكم مره تانية، واكيد طبعا لسه مكملين حوارنا وحديثنا النهارده عن الكاتب والروائي احسان عبد القدوس. وزي ما نقول يعتبر احسان عبد القدوس من اوائل الروائيين اللي كان ليهم يعني نقله نوعيه في الادب العربي. ليه بنقول الكلام ده؟ هو احسان عبد القدوس حاول تطوير بنيه الروايه في مش في مصر بس في الوطن العربي كمان.
علشان كده بنلاقي ان هو في بعض نقاط التشابه ما بين اعماله واعمال شهيره. يعني مثلا لا انام مع مرحبا ايها الحزن لفرانسوا ساجان، وانف ثلاث عيون مع امراه من روما لالبرتو مورافيا اللي هو الكاتب الايطالي الشهير. فهو من خلال يعني إن طبعا احسان له اللي ارى الاحسان هيلاقي ان هو له يعني هو مدرسه لوحده، ما نقدرش نصنفه ان هو تابع لمدرسه معينه. بس اكيد تاثر، تاثر هو قبل. تاثر طبعا، يمكن زي ما حضرتك ذكرت كده برضه اللي هو تاثر برضه ببعض الادباء الغرب. اتاثر ببعض الادباء الغرب، حاول ان هو كمان يساير الروايه العربيه عشان تمشي مع الروايه دي، فاللي هو النهج العالمي يعني. الحاجة التانية ان هو الاسلوب بتاع احسان عبد القدوس نفسه كتب فيه، يعني كتب مثلا لو احنا حبينا نكتب عن الحاجات اللي هو نشوفه، هو واجه نقد شديد جدا، حتى العقاد قال على احسان ان هو ادب الفراش، واجه برضو نقد شديد ان هو سنة 65 مجموعة من نواب مجلس الامة في الوقت ده راحوا بسؤال لوزير الثقافة اللي هو محمد عبد القادر حاتم اللي كان موجود في الوقت ده، عشان وقف رواية انف وثلاث عيون بحجة انها بتبيح يعني بتدعو للاباحيه في المجتمع. طيب خلينا نتكلم عن النقد الاول عشان برضو واحنا بنتكلم النهارده يعني يكون عندنا ثقافه النقد. ايه الفرق ما بين النقد البناء والنقد الهدام فيما يخص الروايه ده بشكل عام؟ النقد البناء اللي هو النقد اللي بيخلي الكاتب او الشاعر او الاديب او الفنان التشكيلي او ايا كان الشخص يتقدم. يعني انا النقد مفيد، النقد والكاتب مثلا هنتكلم عن الكاتب ماشيين في نفس الطريق، ماشيين في نفس الاتجاه. ما يقدرش الكاتب يتطور بدون نقد ابدا، ولا يقدر الناقد، دي شغلته الاساسيه ان هو ينقد ويقول لك ده صح وده غلط، او ده انت ماشي في الاتجاه المظبوط، او انت كده يعني بعيد عن الطريق. ولان احنا عندنا مثلا فرضا هنقول في العالم العربي بدات، او في مصر انا هتكلم عن مصر، بدات حركه النقد تبقى ضعيفه شويه، عشان كده بدات تظهر عندنا اعمال يعني دون المستوى في جميع المجالات، دون المستوى، دي حقيقة. بدأ يكون في مجاملة شوية في النقد. مجاملة وحاجات احنا كده يعني دي ده شبه ان احنا بنأدي ان القارئ او المتلقي بدأ ان هو مستواه كمان في الذوق العام يقل. احنا لما نفضل نقدم له حاجات دون المستوى فترات طويلة هو خلاص هو اتعود على النوع ده. يعني ايه اللي خلى في الوقت من الاوقات احسان عبد القدوس، في نجيب محفوظ، في قبلهم مثلا المزني، في ناس كان الوقت ده علامات في الادب العربي الوقت ده كانت الناس دي حتى لما بتنقد بغرض ان هم يحسنوا، او بغرض ان هو من وجهه نظري لما بقول لحضرتك مثلا العقاد نقد احسان عبد القدوس، لكن النقد بتاع العقاد من وجهه نظري انا ما كانش في محله خالص. يعني عمر احسان عبد القدوس ما كان الادب بتاعه ادب فراش نهائي، لكن احسان عبد القدوس خلينا نتكلم خدنا النقد بشكل عام، اتفضل. امتى يكون بناء وامتى يكون نقد هدام؟ وده اكيد طبعا احنا بنتكلم على الكتابه الصحفيه او الروائيه ايا كان، ولكن ما تعرض له احسان عبد القدوس من وجهه نظر حضرتك، نقد بناء ولا نقد هدام؟ احسان عبد القدوس النقد، كميه النقد اللي توجهت له كانت تخلي اي حد يعتزل الكتابه، دي حقيقه. لان هو لكن هو شخصيه احسان عبد القدوس كان محارب. احسان عبد القدوس كان عنده كان بيتحمل مسؤوليته ككاتب، كان عارف بيحمل القلم ده، هو عارف ان القلم ده سلاحه. فما يعني قبل احسان عبد القدوس كتب المزني مثلا في امراه وثلاث رجال، كتب عن نفس الموضوع او المواضيع اللي بيكتب فيها احسان عبد القدوس، كتب نجيب محفوظ في الثلاثيه، لكن الاسلوب بيختلف. لا لا الاسلوب والطريقه والعرض بيختلف. لا مش الفكره كده، نجيب محفوظ كتب، المزني كتب، توفيق الحكيم في رباط المقدس كتب، لكن هم ما كانش عندهم شجاعة احسان عبد القدوس مع احترامي. لما واجهتهم واجههم النقد اللاذع من النقاد، او واجههم او الخوف من الراي العام ومن المجتمع في الوقت ده، لان المواضيع دي برضو كانت حساسه قوي ان هم يتكلموا فيها، رغم ان هم بيتكلموا يعني بحرفيه شديده من غير ما هو ما يجرح عين القارئ بلفظ او يخدش حياءه بايا كان، لكن برضو المواضيع دي حساسه، فهم تراجعوا بشده. لكن اللي استمر في الطريق ده بمنتهى الشجاعه، انا مش عايزه اقول بمنتهى الشجاعة، كان إحسان عبد القدوس. فالواجهة إيه سبب استمراريته، وهل خد
إحسان عبد القدوس نهج اللي هو يتعامل مع هذه الآراء اللي ممكن تكون في المجتمع هي آراء فيها حرية بزيادة، هي خارج عن العادات والتقاليد عن والفكر المجتمعي، وبدأ يتعامل معها ازاي؟ ما هنا الاسلوب الكتابي بيفرق. طبعا احسان عبد القدوس كان عنده شجاعة الكتابة وشجاعة ان هو بيحترم قضيته، يعني هو عنده قضية كانت معظم، احنا لو قرينا له هنلاقي معظم او كتير من الشخصيات اللي هو قدمها هي شخصيات مركبة، فبعد عن فخ الوقوع في الشخصية الأحادية. الشخصية المركبة بمعنى ايه؟ بمعنى الشخصية اللي لا يستطيع الاخرون ان هم يحكموا عليها بالخير او بالشر. فهنا كان يعني مثلا زي شخصية نادية في رواية لا أنام، البنت اللي هي رباها والدها بعد انفصاله عن والدتها، البنت اللي كان يعني التصقت بوالدها بحب شديد بس حب مرضي، حب هي كانت مضطربة نفسيا. هنا رسم الـ الشخصية بحرفية جديدة جدا، يعني قرب من البنت لدرجة ان هو رسم ملامح شخصيتها الخارجية والداخلية لدرجة من كتر ما هو رسمها بحرفية. لما جاء مثلا صلاح أبو سيف ان هو يقدمها للسينما كفيلم، هو خد من الكتابة وقدم، فقدمها هو كمان بحرفية جديدة، يعني جاب حتى الشخصية اللي هي شخصية سيد الشاشة العربية اللي هي فاتن حمامة، تقدم الشخصية دي وهي شخصية لا ما فيش حد يتخيل ان كم الوداعة ده في كم الشر ده، كانت كالنار يعني بتحرق أي حد يقترب منها. فهو كان صار في النهج ده على طريقة الروائيين الروس اللي هو زي دستوفسكي وزي تولستوي، في إن هو يرسم الشخصية المركبة. تولستوي ده قصة لوحدة، يعني يعتبر يعني القصة القصيرة مع تولستوي لها منهج تاني حتى وقتنا هذا بيدرس طبعاً على مستوى العالم. طبعا أكيد. فهو مشي مع الشخصيات المركبة اللي هي موجودة في المجتمع، احنا كل المحيطين بينا، يعني انا مش عايزة اقولك معظم الناس حتى انا حتى انت هي شخصيات مركبة، مفيش حد شخصية احادية، مفيش حد بيتصرف في الموقف ده هو نفس الموقف بعد سنة او سنتين او عشر سنين او بعد ساعة، حتى ممكن اتصرف بطريقة تانية. فهو خد نفسية الانسان وحللها، ومن هنا كان بيقدر ان هو عنده هدف، عنده رساله. التدرج في كتاباته يا استاذه هبه كان شكله ايه؟ يعني بدا ياخد ايه وايه النهج اللي بدا ياخده في كتاباته؟ بدا يتدرج وبدا الملامح تظهر اكتر، يعني زي ما حضرتك قلت لي كده، بدا يعني يشوف شخصيه زي شخصيه ناديه والشخصيه المركبه والنفسيه المركبه داخل هذه الشخصيه، الوداعه اللي ظاهره وبعد كده هي في مكنونها الشر. بدا الموضوع يتدرج معاه اكيد. بدا يتدرج ازاي؟ يعني من خلال اعماله، يعني هو اعماله كده، اعماله بالتدريج. اصل انا بقول لحضرتك له 600 عمل اكيد في نقلات، عارفه في نقلات في نقلات يعني في نقلات الحاجات اللي في نقله اكيد طبعا بتبقى نقله في طريقه واسلوب وافكار. الروايات القديمه او المجموعات القصصيه القديمه شويه هي فيها برضو الملامح بتاعت احسان عبد القدوس وشخصيات المركبه، لكن الروايات اللي اخذها بعد كده فيها العمق النفسي اكتر، يعني النضج هنا بيبان، النضج الشخصيه بتبان، نضج الشخصيه. طبعا انا زي ما قلت لحضرتك في اللي هم الثلاث ستات اللي هم دول سر الابداع، هم شكلوا وجدان احسان عبد القدوس تماما. سر الثلاث سيدات المتناقضات، المتناقضات فعلا هم اللي مثلوا سر الابداع في حياه احسان عبد القدوس. فمن هنا اما بتمسك روايه من رواياته بتلاقي فيها، لا هي توليفه، فيها التحرر الفكري، بتلاقي شخصيه المتحرره جدا اللي في ناس تنتقدها بشده، وفي الشخصيه اللي فيها عمق ديني، وفي الشخصيه اللي فيها حب شديد، يعني هو عارف يقدم الحب بكل نماذجه وبكل اشكاله، بكل يعني هو حب الحياه وحب المراه وحب الطبيعه. كان بيحاول بقدر الامكان يتناسب او يتسق او يغير من معتقدات المجتمع. طبعا مجتمع شرقي حتى وقتنا هذا، افكارنا شرقيه وعاداتنا وتقاليدنا شرقيه، هل كان بيحاول بقدر الامكان يبرز هذه الافكار اللي ممكن تكون غريبه زي ما قلت لحضرتك على مجتمع هو شرقي ومتاصل للشرقيه؟ بدا يعني يحاول بقدر الامكان يعرف يتعامل مع هذا المجتمع، يعني يعرف يقدم له هذه الوجبه من خلال كتاباته بشكل يتسق معه. عارف احسان عبد القدوس كل ما بيتقدم الزمن بنعرف قيمته، يعني احسان عبد القدوس في الفتره اللي هو طلع فيها كان بيحارب بشده، بعد شويه بعد عده سنوات بدانا نفهم احسان عبد القدوس، او الجيل اللي قبلنا يعني بدا يفهم احسان عبد القدوس. دلوقتي لما نعيد قراءات احسان عبد القدوس بنلاقي روايات وقصص في منتهى الرقي، يعني روايات وقصص يعني بيوصف حاجات في منتهى الرقي، مفيش حد قدر يمسك القلم ويوصف بالشكل ده. هو كان كالجراح اللي هو عايز يعني ينظف مثلا، ممكن نقول خراج
الخراج هتنضفه ازاي؟ عمره ما هيستجيب للمضاد الحيوي. لازم تفتحه وتطلع الصديد اللي فيه وبعد كده يعاد تضميد الجرح على نظافة. فهو كان بيعالج مشكلات البيت المصري والمجتمع المصري عن طريق التطرق للمشاكل اللي هي أعمق ما يكون في المجتمع المصري اللي هي مسكوت عنها، احنا مش قادرين نتكلم فيها علشان عيب. هي مش عيب، هو يعني لا حياء في الدين ولا حياء في العلم، ومفيش حاجة اسمها عيب ان انا يعني انا بكشف النقاب عن حاجة ممكن تكون عاملالي مشكلة في المجتمع او في البيت المصري بالذات. يعني ممكن يكون من سبب انتقاده تحول بعض رواياته الى اعمال سينمائية، طبعا هنا بقى الاخراج والفكرة وعمل الجذب والفكر التجاري برضو لانتشار الفيلم نفسه، وبدأ دوت ممكن يكون سبب من اسباب انتقاد احسان عبد القدوس، يعني بعد شويه عن القضيه الاساسيه بتاعته اللي هو بيحاول بقدر الامكان يعالج مشاكل المجتمع اللي بيحاول المجتمع يعني يتفاداها او يغفل عنها او يبعد عنها باي شكل من الاشكال، لكن السينما بدأت تبرز هذا بفكر المخرج بقى نفسه. هي انا عايزه اقول لك كمان حاجه، ان احسان عبد القدوس يكاد يكون خد بال حضرتك من عامل الجذب وعامل الفكر التجاري. فيلم طبعًا سينمائي طبعًا طبعًا. لازم يكون فيه نسب مشاهدة. لا بص، هقول لحضرتك حاجة، يمكن هو الأديب الوحيد اللي لم يغير المنتجون والمخرجون عناوين رواياته أو مجموعاته القصصية لما تحولت لأفلام أو لمسرحيات أو في الإذاعة أو في المسرح أو التلفزيون، يعني ما حاولوش إن هم يغيروا الأسماء بتاعتها. يعني الأسماء بتاعته المشكلة حتى في الأسماء، الاسم برضه عشان كده. لا أيوة، لا ما هو لا هو جذاب من أول الاسم، هو من أول الاسم عنده يعني جاذبية شديدة، ما فيش حد هيعرف حتى يغير ويجيب حاجة جاذبية. الفيلم نفسه تفاصيل يعني المخرج ممكن يكون المخرج بقى كان هم كانوا بياخدوا، ودي مشكلة المخرجين أو الدراما طبعا عموما، يعني هو بياخد المشهد اللي هو بيحاول هو يعالجه إحسان عبد القدوس فيه على الورق كطبيب، إن هو بيتطرق بحذر شديد ويعني بأسلوب كتابة بمفردات لغوية لائقة مع المجتمع بالظبط. هو المخرج هنا بيحاول، والمنتج طبعا العامل تجاري، يمكن ده برضو من عوامل اللي هي أدت لأن الموضوع اتبروز زيادة وانتقد إحسان عبد القدوس. بس هما كانوا بينتقدوا كتابات إحسان عبد القدوس على الورق كمان، على الورق برضو، بس يمكن من عوامل البروازة الموضوع بقى يمكن بعد السينما. هي زادت طبعا لما تحولت أعماله، وهي عنده كم مهول من الأعمال بتاعته اللي تحولت للسينما، يعني ما فيش حد حتى تحولت أعماله كتير قوي كده كتبه زي إحسان عبد القدوس، فطبعا كان النقد عليه شديد جدا. أين عقلي برضو يعني جانب نفسي موجود في المجتمع وإحسان عبد القدوس تحدث عنه، أين عقلي وكتاب يعني الكتابة الخاصة بهذا الفيلم والجوانب المركبة في شخصية أو شخصيات الفيلم بشكل عام؟ أنا نفسي أتكلم عن شخصيات، يعني شخصية تانية غير أين عقلي، لو في إمكان. لا حضرتك اتكلمت مفيش مشكلة، أنا بس بحاول كده بس. لا أنا عايزة أجيب لك إيه يعني مجموعة بسرعة كده نتكلم عليها، يعني بدل من ان احنا نحط في أين عقلي بس. طبعا أين عقلي كانت من الروايات وتحولت لفيلم، من الحاجات اللي هو اتكلم فيها برضو بعمق نفسي ورسمها بحرفية جديدة. لكن هو مثلا عندك إمبراطورية ميم، رسم فيها السيدة، ده بقى شكل اجتماعي بحت، رسم فيها أعمار سنية متفاوتة بالظبط. لا وكمان ألقى الضوء على السيدة الأرملة اللي ما زالت عندها يعني إحساس وحنين للمشاعر وللحب، وإنها تكمل حياتها بشكل طبيعي. لكن هنا الصراع بقى، الصراع اللي هو رسمه بحرفية رهيبة على الورق، وبرضو الفيلم كان من أروع الأفلام. الصراع بين المرأة وحبها لأولادها، وبين أنانيتهم الشديدة واستحواذهم على أمهم لدرجة إن هما نسيوا إن هي إنسانة. ده مثلا نموذج هو قدمه. عندك في نموذج تاني اللي هو أنا حرة، ده كان نموذج برضو اتكتب بحرفية جديدة، اللي هي أمينة فأنا حرة المتمردة، بس هي متمردة الوقحة، المتمردة المضطربة نفسيا، المتمردة اللي بتدي المجتمع بالألم، مش المتمردة اللي بتناقش، مش المتمردة اللي بتحاور. هي في الجزء الأولاني من الرواية كانت عنيفة جدا، فده ألقى الضوء برضو على نموذج للمرأة أو للفتاة، يعني كان موجود في الوقت ده لكن
يا اما يا اما في الوقت ده هم بيسكتوا البنت، يا اما يعني مش بيلقوا الضوء عليها. برضو اين عمري من القصص اللي هي الفتاه اللي هو في الوقت ده، مجرد ان هي في قصه حب بينها وبين حد تاني، دي وصمه عار او تعتبر خطيئه، فكان تم تزويجها من رجل في سن والدها، والحياه والحرمان اللي هي عاشته في الوقت ده، وبعد ما مجرد ما وفاته هي عايزة تعيد سنوات عمرها اللي ضاعت منها، وتعيد حتى فترة مراهقتها عايزة تعيشها. فلا هو كان بيكتب بحرفية، مش بس أين عقلي، هو كل كان بيحاول بقدر الإمكان في كتاباته ياخد شرايح المجتمع المختلفة. يعني بدأ ياخد الشكل الريفي والحياة الريفية، بدأ ياخد الصعيد وعادات وتقاليده، بدأ ياخد الحضر بأشكاله المختلفة بأفكاره بكل ما يعني ممكن يبث فيه، بدا ياخد كل شرائح المجتمع. طبعا. ولا كان مركز على شريحه هو كتب في يعني في كتير من، لانه هو 600 عمل، فكتب في كتير معظم الاشرائح، بس هو كان تركيزه على الطبقه او مشاكل الطبقه البرجوازيه وطبقه الاغنياء. يعني هو ما كتبش كتير في ما كانش زي نجيب محفوظ بخريطة المجتمع كلها، لا هو كتب في حاجات كتير، وكتب في نماذج كتير، وكتب في مشاكل الطبقات المختلفة، لكن هو كان تركيزه، يعني نجيب محفوظ كان تركيزه على الطبقتين دول تحديدا. يمكن اعتقد جايز يكون لان هو برضو حياته هو ما كانتش ما تعتبرش من الطبقة الفقيرة، فكان هو بيحكي المشاكل بتاعه طبقته هو. وبرضو ممكن يكون كتير او معظم الادباء كانوا بيكتبوا او كل المشاكل بيحصروها في طبقة الفقراء، وتناسوا تماما ان الاغنياء عندهم مشاكل، لا الاغنياء عندهم مشاكل زي الفقراء. ممكن يكون واحد غني عنده مشكله عميقه جدا اكتر من واحد فقير، ممكن يكون. والدليل على كده ان كتير من المشاهير، كتير من الاغنياء بينتحروا، بالذات بره في اوروبا. يعني احنا يمكن هنا في العالم الشرقي او في العالم مثلا عندنا، احنا بيمنعنا من الياس من الحياه هو ديننا فقط اللي يمنعنا من ان احنا ممكن ننتحر لما الانسان بيقع في مشكله. هو ايمانك بربنا سبحانه وتعالى، ايمانك بربنا ايا كانت الديانه بيمنعك من عمليه الانتحار، لكن بره في عمليات كتير رغم الغنى، رغم وايه اللي يخلي واحد غني او واحده مشهوره تنتحر الا اذا كان عنده مشكله، ومشكله عميقه. نرجع ليه حياته ورؤيته للمراه، ولكن انا هاخد رؤيته للمراه منبثقه من ثلاث سيدات حضرتك قلت لي اثروا عليه بشكل كبير جدا، ثلاث سيدات يعني في التربيه في الفكر، هم منتقدات ومتناقضات. تمام. دول اثروا عليه ازاي في رؤيته للمراه بشكل عام، وهل كان في تحيز لشكل او قالب من هؤلاء السيدات؟ يعني هل كان متحيز اكتر لوالدته لفكرها الحر المثقفه؟ هل لعمته اللي تربت تربيه فيها التدين؟ هل لزوجته اللي كانت يعني تعتبر شط الامان زي ما حضرتك وصفتي كده، وكان دايما بيرجع لها؟ هو إحسان عبد القدوس لم يكن الأديب الوحيد اللي تناول حياة المرأة، طبعا كان في قبله أدباء كتير كتبوا عن المرأة، لكن هو كان أكثر تفهما لطبيعة المرأة، فكان يعني عيناها التي ترى بهما، كان الألم اللي كان متحيز لنوع من هذه الأنواع. لا يعني هو بص يعني هم الثلاثة أنواع، هم الثلاثة شكلوا في برضو تناقض ما بين الثلاثة. في يعني حتى لو كان في عوامل مشتركة، بس تمام. في العوامل الأكتر هي العوامل المتناقضة. هقولك حاجة، أنت عايز رأيي أنا الشخصي من خلال قراءاتي لأدب إحسان عبد القدوس، أنا شايفة أن أكتر واحدة أثرت فيها هي مراته أو زوجته السيدة لولا. طبعا كانت النشأة الأولانية والدته، وهو حتى بس كانت الفترة قصيرة، الفترة قصيرة، وبعد برضو شغل بعدها وكلام ده كله، وهي شكلت جزء كبير من وجدانه. وعمته نفس برضه حطت البذره الاساسيه اللي هو التدين والاحترام والاختلاف، يعني هو برضه التناقض ده خلى فيه احترام للراي. ايوه ثقافه الاختلاف. لكن انا في رايي ان اللي اثرت فيه تاثر شديد، يعني تاثير شديد جدا، هي زوجته اللي هي السيده لولا. هم كانوا متناقضين تماما، يعني هو كان العاطفه وهي العقل، هو كان الفوضى وهي النظام، هو كان الاستقرار هو كان القلق وهي الاستقرار، فكانوا متناقضين تماما. ومع ذلك هو كان بيقول عليها رئيس مجلس إدارة حياتي، كانت هي اكتر حد اثر فيه عن طريق الحب، يمكن اللي هو يعني تكوينه. ناقش ده بقى، يعني بدا يعرف ده للمجتمع، ممكن تكون انت متناقض مع زوجتك، ممكن تكون مختلفين
زي ما حضرتك قلت كده، هو العصبيه وهي بالظبط، هو كانوا متناقضين تماما، هي الفوضى وهي الاستقرار وهكذا. بدا يناقش ده من خلال كتاباته الروائيه. بدا يناقش ده من خلال كتاباته، يعني هي شكلت جزء كبير. اللي هي اللي يقرا في ادب نجيب محفوظ يلاقي ان الحب واخد مساحه كبيره قوي في حياته قوي، والحب ده نجيب محفوظ ولا احسان عبد القدوس؟ سوري، احسان عبد القدوس. انا قلت انت هتعملي مقارنه. لا لا لا، انا ده هو غلطه لسان، بس هو احسان عبد القدوس. اللي يقرا في ادب احسان عبد القدوس يلاقي ان الحب واخد مساحه، يعني هو الفرشه الاساسيه زي ما بنقول، يعني لكل كتاباته، الحب بكل انواعه، بس الحب اللي زرعته فيه زوجته، او اللي هو اديته فيه زوجته، هي اديته ايه؟ اديته الحب مع الحريه. وانا في رايي ان ده اقوى انواع الحب. انت لما تدي حب قوي جدا وتدي معاه الحريه، ده بيغلف بامان شديد. من هنا تقدر انك يعني تنبغ او تبدع في اي مجال من المجالات في حياتك، حتى في علاقاتك الشخصيه، لان انت حاسس بحريه، مش حاسس ان في حد بيراقبك، مش حاسس ان في حد بيقيدك. فالحب هنا هو اكتر حد اثر فيه من وجهه نظري، هي كانت زوجته عن طريق الحب. عاوز اروح بقى لانتقاله للعالميه، يعني هو ما كانش محلي فقط لا غير، ولكن انتقل الى العالميه نوعا ما، وده كان يعتبر دور من الادوار اللي اثر بها على ادب العربي في الفتره دي. ولكن كيف انتقل للعالميه؟ هل اختارته العالميه لافكاره البعيده شويه عن، مش هقول بعيده عن الشرق، ولكن اللي هي نوعا ما في الوقت ده هي بعيده عن فكر المجتمع وعاداته وتقاليده؟ دايما الغرب يحب الجزئيه دي، دايما ياخد الجزئيه اللي فيها شويه فكر مختلف. انتقاله للعالميه كان ازاي؟ هو احسان عبد القدوس له اعمال كتير جدا مترجمه، ترجمت للغات كتير. فتره انتقاله او هو ازاي، يعني هو ازاي ترجمت اعماله للعالميه، ده المقصود، مش هو اللي انتقل للعالميه بشخصه، لا انا بتكلم اعماله يعني ترجمت ليه، ايه الاسباب اللي خلت اعماله تترجم للعالميه رغم ان هي بتناقش يعني ظروف مجتمعه ومشاكل مجتمعه؟ لان هي فيها الاساسيات بتاعه مجتمعه، وهو عنده الجرأه زي نجيب محفوظ بالظبط، هو عنده الجرأه او الشجاعه. انا عايز اقول كان دايما ياخد الزاويه ثانيه خالص، بالظبط، هو كان ياخد زاويه ثانيه، الحياه اللي موجوده في الحاره المصريه، الانماط الشخصيه اللي في الحاره المصريه، الاحتلال وتاثيره على الواقع المصري في الوقت ده. هو كان نمط تاني من الكتابه. احسان عبد القدوس كان يمكن اصراره وقوه اقدامه على ان هو يمشي في طريق هو رسمه لنفسه من الاول، اللي هو طريق او مشرط الجراح. الصراحه دايما العالم الغربي، انت لما تناقش مشكلتك بصراحه شديده من غير مواربه كده او كده، ده بي 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 يعني عامل جذب للغرب في كل، بس اسلوب المناقشه نفسه بيختلف. طبعا اكيد، يعني دايما اسلوب المناقشه، انا هل اسلوبي في المناقشه هو متسق مع عادات وتقاليد مجتمعي، مع مفرداته اللغويه، مع حاجه يقدر يفهمها مجتمعي؟ هل فعلا هيقدر يغير في مجتمعي؟ ده المهم. هو على فكره ما كانش بيبعد خالص عن الـ عن الـ عن المفردات، يعني انا ما شفتش، انا باخد من حضرتك، لان حضرتك قلت هو اتعرض لنقد لاذع، أيوة، جدا في فتره من الفترات، وبعد كده عرفنا كتاباته كانت اهميتها ايه. هقول لحضرتك حاجه، انا قريت لنجيب محفوظ وانا عندي 16 و17 سنه، ما لقيتش في كتابات هذا الرجل شيء خادش للحياه نهائي. برضه نجيب محفوظ على سوري، انا ما اعرفش ايه لاحسان عبد القدوس، ما لقيتش في كتاباته اي لفظ خادش للحياه لفتاه في السن ده، يعني فانا من الوقت ده وانا بستغرب ليه احسان عبد القدوس يعني كان زي ما قرينا ان هو بيهاجم بشده في الفترات دي او في بداياته او في طول عمره، هو بيهاجم الى الان على فكره، يعني لحد دلوقتي هو مظلوم في حته ان هو جريء زياده عن اللزوم. ان هو هل انصفوا القراء؟ يعني القراء انصفته في كتير من القادة. ده كان سبب من اسباب استمرار احسان عبد القدوس. انا شايفه ان في قاعده كبيره جدا من القراء، وعلى الاقل الناس اللي قرت لاحسان عبد القدوس بعمق، وقرت لكتاب تانيين، وقرت لكتاب دلوقتي، يعني انت لازم تقرا الاحسان وتقرا لكتاب موجودين حاليا في عصرنا ده. في روايات بتتلم في السوق بعد ما اتباع منها مثلا 1,000,000 نسخه بسبب ان، وفي فصل كامل، انا طبعا مش هذكر ايه هي اسم الروايه، لكن في فصل كامل يعني تم مناقشته في قضيه بسبب ده بقى اللي فيه اباحيه فعلا. يعني ما ينفعش ان احنا نقول على احسان ان هو يعني
بينشر الإباحية وهو ما فيش لفظ خادش للحياء في كتاباته، ونسيب كتابات دلوقتي بشكل الرسالة غير مباشرة يا أستاذة هبة. يعني ساعات كده الكاتب بيبقى ذكي جدا فممكن يوصل رسالة غير مباشرة، فهو دوت ممكن يكون سبب النقد. لا في هو أقول لحضرتك، أنت بتدي الدواء، الدواء طعمه مر، لكن أنت لازم تاخده علشان المرض اللي عندك، عشان العلاج. هو انا لو فضلت اطبطب على المريض وما اديلوش المعلقه الدواء المره دي، طب ما هو هيفضل مريض. ما هنا شجاعه الكاتب. احسان كان عنده شجاعه مش موجوده في كتاب تانيين، لذلك هو لقب باديب التحرر او رائد ادب التحرر. طبعا. طب هنا التحرر، هل تحرر فكري ولا تحرر في بنيه الروايه نفسها؟ هل كان بصمته كانت في بنيه الروايه نفسها وشكل الروايه نفسها، ولا في افكاره من خلال الرواية؟ أحسان عبد القدوس كان متحرر فكريا، وطبعا التحرر ده اكتسبه من طفولته. على فكرة لازم احنا نربي في الأطفال عوامل معينة، ما يطلعش شاب مثلا عقيم التفكير ما عندوش احترام لرأي الآخر وأقول هو عامل كده ليه، هو عشان ما تزرعش من طفولته الحاجات دي فيه. أحسان عبد القدوس برضو نرجع لطفولته، اللي هم كانوا النماذج الثلاث سيدات اللي هم سر إبداعه. النموذج الأولاني اللي زرع التحرر الفكري اللي هو كان بعد ما كبر سبب من أسباب إبداع إحسان عبد القدوس كانت أمه اللي هي فاطمة اليوسف أو السيدة روزا اليوسف. هي زرعت فيه التحرر الفكري. التحرر بمعنى إيه؟ التحرر بمعنى الثقافة الفكرية، إن أنا يعني ما خافش أو لا أخاف من إن أنا أقول رأيي حتى لو كان مخالف للمجتمع، حتى لو كان اللي قدامي هيهاجمني، لكن انا شايفه من وجهه نظري ان انا عندي رساله فاقولها. فتحرر الفكري خلاه يحط يحوله لمفردات ولروايات لمجموعات قصصيه لكلمات لافكار لرؤيه للمجتمع. من هنا كان اهم القضايا اللي كان بيتبناها احسان عبد القدوس. يعني ايه القضايا الرئيسيه بالنسبه له اللي كان بيحاول بقدر الامكان يوصلها من خلال كتاباته الروائيه؟ المراه. هو كان عايز يقدم مراه نموذج حر، يعني بمعنى ان هي اعمل اللي انا عايزاه مش اللي المجتمع عايزه، من غير ما يتنافى ده مع المبادئ والاخلاق. يعني قدم كل كتاباته ان هو شايف ان المرأة دي اكتر من نص المجتمع، والمرأة ان لم تحرر فكريا بمعنى ان انا اتمرد على الافكار البالية فقط، مش اتمرد على العقائد، مش اتمرد على الثوابت، اتمرد على الافكار البالية في المجتمع. لما المرأة تعمل يعني اهداف حياتها هي تحطها في نقط وتبدأ ان هي تشتغل عليها وتوصل، لان احنا وصلنا نموذج امرأة ناجحة، امرأة بتعرف تحب، امرأة لما بتتزوج بتعرف تحتوي الاسرة، امرأة لما بتعمل بتقدم كل اللي هي عايزاه، مش امرأة منهكة نفسيا ومنهكة جسديا ومنهكة عقليا. هو ده كان شغله الشاغل. هي دي كانت حتى الحرية. هو لما لقب بكاتب الحب الحرية من وجهة نظر احسان عبد القدوس كانت ايه؟ يعني ماذا نعني بالحرية؟ لأن الحرية كلمة مطاطية. يعني الحرية أنا هعمل كل اللي أنا عاوزه وما حدش لي حاجة عندي. ده الحرية خلاص، أنا ما حد لا مجتمع ولا أهل ولا أي حد لي دي بعض الأفكار اللي ممكن تكون في الوقت المعاصر. أنا حر، أنا هعمل اللي أنا عاوزه، ما حدش لي أي حاجة عندي. لا، الحرية من وجهة نظر إحسان عبد القدوس. الحرية الناضجة. إحسان عبد القدوس كان بيقدم الحرية الناضجة، ودي اللي قدمها في كل نماذجه. قدمها في أنا حرة، في البنت الأول، البنت المتمردة الوقحة. لما وصلت إن هي فهمت يعني إيه حرية، اتغيرت شخصيتها. هو قدم الحرية الناضجة بمعنى إن أنا ليا يعني في ثوابت في مجتمعي، في ثوابت في عقيدتي، في حدود أنا بتحرك جواها. الحدود دي برضو حدودك أنت إيه، حدود الطرف التاني إيه، لكن ثوابت حريتي أنا بمعنى الحرية الناضجة، الحرية اللي هي ما تتخطاش اللا معقول، يعني الحرية اللي هي لا بتحترم العقائد والثوابت الدينية والعادات والتقاليد المجتمعية. تمام. ده المقصود من كتابات، ده المقصود من كتاباته. وهو اللي يتعمق في كتابات احسان يلاقيه كده، يلاقيه عمره ما خرج عن الـ عن الـ عن المألوف ابدا. لكن هو بيقول يا جماعه انا حر في ان انا احب،
يا جماعة أنا حر في إن أنا أتزوج مثلا اللي أنا بحبها، أنا حر في إن أنا مش عايزة أتجوز الراجل ده، أنا حر في إن أنا رافضة مثلا يعني حاجة في المجتمع عادات وتقاليد بالية، ما هيش ولا في الدين ولا في هي عرف، بس هي عرف، فأنا حر، أنا رافضة الفكرة دي. هو بقى فقط دي اللي هي الحرية الناضجة، دي اللي كان بيقدمها في كل كتاباته. ما يميز كتابات إحسان عبد القدوس من وجهة نظر حضرتك، وما يعيب كتابات إحسان عبد القدوس برضو من وجهة نظر حضرتك؟ هو إحسان زي ما قلت لحضرتك مفيش حد كامل. لا مفيش حد كامل طبعا. هو إحسان كان بيميزه أكتر حاجة أنا كانت بتعجبني إن هو عنده حرية زي ما بنقول في الكتابة، بمعنى إن هو بيقدم شخصية مركبة، ومش مهم أنا بقدم شخصية اللي قدامي يفهمها إن هي شر أو المجتمع. خير، عاوز أعالجها في المجتمع، عايز أعالجها في المجتمع، وبيقدمها زي ما هي مركبة. يعني أنا ما بيحاولش إن هو بيحلل، هو كان محلل اجتماعي ونفسي من الدرجة الأولى، من الطراز الأول، لكن هو بيقدم الشخصية زي ما هو شايفها، يعني ما بيحاولش ان هو يوجد لها مبررات او يوجد لها مبررات، مش انا مش بوجد مبررات. يعني شخصيه ناديه مثلا، انت القارئ او اللي شاف الفيلم هو ممكن يحب الشخصيه او يتعاطف مع الشخصيه، لكن في نفس الوقت يكرهها، فهو قدم الشخصيه، ده نموذج موجود، فده كان ميزه في احسان عبد القدوس. يمكن كانت بيعيبه تكرار بعض الشخصيات، نماذج بعض الشخصيات، يعني في نماذج معينة انت لما نقرأ لعدد معين من رواياته هنلاقي في نماذج كده معينة هو بيكررها، بيكرر النماذج دي، بس يمكن هو من وجهة يعني نظره شايفها ان هي متكررة في المجتمع، لسه ما تعالجتش بشكل كبير. ممكن جدا ممكن يعني برضه عاوز اروح لي جزئية اخرى مع كتاباته ورواياته، يعني كان ازاي بيفرق ما بين كتاباته الصحفية وكتاباته الروائية، افكاره الصحفية، يعني الصحافة ليها شكل وقوالب مختلفة، والرواية والقصة سواء كانت طويلة أو قصيرة ليها برضو شكلها وطريقتها ونمطها. الكتابة الصحفية هو بيحطها في شكلها الصحيح، يعني القالب القالب التقليدي بتاعها في أسلوبها ومفرداتها، ما تحررش منها، يعني ما تحررش في أسلوبها. لا تحرر، هو المقالات الصحفية بتاعت إحسان مختلفة تماما عن مقالات أي حد تاني، فيها نفس التيمة بتاعت إحسان، فيها الحرية، فيها حتى الحرية في السياسة، الحرية لما كتب عن المرأة، الحرية في الحب، الحرية حتى في الطبيعة، كل حاجة. أصل ده الخط الرئيسي في شخصيته، الغالب على شخصيته الكتابية. الكتابية، لكن هو كان بياخد حريته بقى أكتر بين الجلدتين لما بيقعد ويكتب مجموعة قصصية أو يكتب رواية. ده هنا بتبقى بيبان يمكن برضو اللي يعني، لأنه هو بيفرد بقى زي ما يكون أنت قاعد، الفرق ما بينك إن أنت قاعد في بيتك وأنت قاعد مثلا في مكان عام أو في كافي شوب مثلا، أنت قاعد هنا برضو بشكل رسمي وفي بيتك قاعد بحرية أكتر. فهو ده إحساسي لما أقرأ له مقالة هي فيها الحرية، لكن لما أقرأ له رواية بلاقي فيها الحرية واخدة مفروضة أكتر. ايه الاسباب اللي خلت ان السينما تاخد من كتابات احسان عبد القدوس؟ هل الفكر المتحرر؟ هل ممكن ده الفكر اللي يكون نوعا ما جاذب في الوقت ده للمجتمع؟ ايه السبب اللي خلى اعماله السينمائيه تروح، مش كل كاتب ومش كل روائي اعماله بتروح للسينما؟ هو كان عجينه حلوه قوي للمخرجين بصراحه وللمنتجين. النمط كتابات احسان طبعا كان يتحول بسهوله من وجهه نظر المخرج والمنتج لحاجه بقى تسويقيه، يعني عمل ما كانش بيحصل اختلاف. طبعا يعني اكيد بيحصل. لا انت خدت عشت الموضوع من فكره تجاريه او من فكره جاذبه بس للجمهور او عشان خاطر تعمل انتشار للفيلم. يعني مثلا فيلم العذراء وشعر الابيض، فيلم العذراء وشعر الابيض في كتير من كتاباته كده على جوه الكتاب مختلفة عن لما بتتحول السينما. هما بيحافظوا على العنوان، لكن جوه الكتاب في حاجات بتتغير. يعني العذراء وشعر الأبيض، البنت جوه الفيلم مش دي البنت اللي هو كتب عن نموذج البنت بشكل تاني في الكتاب. يعني يمكن هي الكتاب كان فيه حرية أكتر من لما اتعملت فيلم. كان شريهان ومحمود عبد العزيز ونبيل عبيد. الكتاب كان فيه حرية أكتر، يعني الفيلم ناقش بالعكس. يعني هنا يمكن خد المخرج يعني يمكن خافوا من يعني البنت في الروايه مثلا او في الكتاب بتاع احسان عبد القدوس، لا هي حملت حمل غير شرعي وكان في نتيجه علاقه، لكن في الفيلم كان بيناقش فكره التبني نفسها. يعني ممكن
اللي يحصل من فكره التبني الكلام ده كله يعني. لا يعني انا عاوز برضه حضرتك توصفيه ازاي يعني، لان اكيد طبعا انا بقول السينما وفتره من فترات السينما كانت تجاريه بحته، وفي الوقت الحالي برضه هتلاقي برضه بعض الافلام السينمائيه هي تجاريه، ما تحسش ان هي بتوث المجتمع ما يفيد المجتمع، بالعكس في بعض الافلام ممكن تضر المجتمع وتضر برضه الافكار الخاصه بالشباب في المرحله السنيه دي. ولكن اكيد طبعا احسان عبد القدوس كان بيحصل خلاف يعني تحول لعمل سينمائي، انا عاوزك تتحول لعمل سينمائي بس تاخد الفكره الاساسيه او الرئيسيه، انا عاوز اعالج مشكله في المجتمع، عاوز اعالج نقطه في المجتمع، عاوز اقدم حلول. ده من وجهه نظر كتابات احسان عبد القدوس، واللي حضرتك اكدتي على الكلام ده. ده حقيقي، فاكيد كان بيحصل خلاف ما بين الفكر بقى طبعا التجاري والجذب التجاري والفكره الاساسيه اللي انا بعالج المجتمع او بشوف انماط او نماذج في المجتمع انا بحاول بقدر الامكان احللها واشوف ازاي ممكن نعالجها. هو احسان كان بيحصل الخلافات ما بين احسان عبد القدوس وما بين المنتج او المخرج في نقط معينه زي ما قلت لحضرتك، بس هو كان ايه يعني، لو الخلاف او التغير هو المنتج والمخرج شايف ان هو متمشي مع القصه او مع الخط الروائي، لما هو الخط الروائي يعني كتير منه ما بيتغيرش، لكن هو الفكره يعني مثلا الفكره زي ما قلت لحضرتك مثلا على سبيل المثال العذراء وشعر الابيض، هم شافوا ان لا احنا لو قدمناها بالشكل ده للسينما لا هيرفضوا المجتمع، المجتمع هيرفضه بشده وهتبقى قاسيه قوي على المجتمع، ما ينفعش بنت تتربى في بيتي يعني الاب اللي هو مش ابوها بس هو يعني هم ربوها، هم خدوها وربوها من في ملجا بس برضو بقت ربيبه لي يعني، هو رباها ما ينفعش بعد كده يبقى في علاقه ما بينه وما بينها. هو عملها، هو ناقش الطبيعه البشريه في الكتاب الطبيعه البشريه، لكن في الفيلم اختلفوا، الفيلم اتقدم بطريقه تانية، وطبعا هو شاف ان هو تقديم الفيلم بالشكل ده هيتماشى مع المجتمع احسن، ففي حاجات كتير كده بالشكل ده يعني. ايه الحاجات اللي كان بيحاول احسان عبد القدوس من خلال كتاباته يحاول يغيرها في المجتمع بقى من عادات وتقاليد هو شايفها باليه، هي شايفها مش متناسبه مع المجتمع، هي شايفها حتى مش منبثقه من الثوابت والعقائد الدينيه. فيلم مثلا او كتاب او روايه الطريق المسدود ناقش البنت اللي هي هي من جواها بنت نقيه، لكن هي طلعت في بيئه سوء، يعني هو بيت من البيوت المش كويسه البنت نشأت فيه، فالبنت عايزه البنت كملت تعليمها وعايزه تشتغل مدرسه وعايزه تغير حياتها، لكن للأفضل. للافضل المجتمع رافضها، غيرت المكان يعني خرجت من المكان وراحت محافظه تانية اشتغلت فيها ما الناس ما تعرفهاش، لكن بمجرد وحبت شخص والشخص ده اقتنع بيها، لكن بمجرد ما عرفوا نشأت اهلها هي مش هي البنت، هي البنت كويسه ونقيه لكن نشأتها هي رفضوها برضو ونبذ يعني تم نبذها، فبقى طريق مسدود قدامها. هو ناقش الفكرة دي يعني عميقة قوي، ناقش برضو زي ما قلت لحضرتك في إمبراطورية ميم أو شخصية منى الأرملة، ليه إحنا هو إحنا هندفن الأم لما مثلا تترمل، فناقش حاجة بالشكل ده، ناقش البنات والصيف مثلا، نماذج الفتيات والبنات اللي هم عندهم فراغ كبير وبيسافروا، حتى المجموعة دي بالذات يعني الزعيم جمال عبد الناصر كان له اعتراض او هو عايز يوقف يعني نشر المجموعة دي، لكن هو احسان برضو بذكائه قدر ان هو يقنعه ان احنا دي نماذج موجودة في المجتمع، ان ما كناش هنناقشها ونحاول نوجد لها حلول هيفضل المرض متفشي زي ما هو. شكرا الروائية هبة بن داري مصطفى على وجودك معنا، شكرا جزيلا، نورتينا وشرفتينا. اشكرك، ميرسي خالص. واكيد طبعا يعني دايما بنقول الاديب او الكاتب او الروائي او القصصي عنده امانه الكلمه، فهي امانه في الاول في الاخر، النوايا هي دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، هو عارف ومطلع على نوايانا، ولكن امانه الكلمه وازاي انا بناقش احوال المجتمع والاسلوب المتبع لمناقشه احوال هذا المجتمع، دي امانه الكلمه عند الاديب او الروائي. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.